هناك أربعة خصال مجربة كثيرا ما أذكرها لمن يسأل، كان الأشياخ يذكرونها، أن هناك أربعة خصال من أكثر منها أو قل أدمنها أكرم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. أكتب. نعم. الأولى كثرة الصلاة عليه، كل واحد منا ورد يوم الصلاة على النبي، وانت في المترو وانت في السيارة وانت اشتغل بالصلاة على النبي، هذا كلمة إكثار، الإكثار عشان يكون الإنسان مكثر عليه، يعني بحب، اللهم صلي عليه، اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليم، اللهم بحب يا رب صلي عليه. فكثرة الصلاة عليه. الثانية التعظيم لسنته، لا أقول فقط فعل السنة، بعض الناس يكتفي بظاهر فعل السنة فقط وهذا شيء جيد وحسن، لكن يفعلها بتعظيم. لما يقال لك النبي أكل وشرب باليمين احرص على ذلك، ليس على سبيل العادة، استشعر أن تأكل وتشرب، أنا أكل وأشرب على هيئة حبيبي، فأنت مع حبيبك حتى وأن تأكل وتشرب. نعم. لما نقول للناس ادخل البيت باليمين وخرج باليسار، ادخل الحمام ادخلها باليسار، حبيبك كان له أدب في دخول البيت ودخل باليمين، تدخل أنت مع حبيبك إلى البيت في معية المتابعة، تقول بسم الله، تلقي السلام على أهل بيتك، تأتي بدعاء الدخول، هذا معنى التقديم اليمين واليسار. نعم. خرج من البيت تخرج باليسار، تستشعر أنا على هيئة متابعة. فتعظيم السنة، والسنة ليست فقط في اللباس والهيئة أو في اليمين واليسار، السنة في التعاملات. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك لا يحب القهقه الكثيرة طول الوقت، لكن كثير التبسم. الخدمة لأمته، هو نبي العالمين، رسول الله إلى العالمين، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، فكل من على الأرض اليوم هم من أمته، بمعنى أمة الدعوة، بمعنى أن تحسن في التعامل مع الكل، يعني خدمة أمته. الخصلة الرابعة حمل هم دعوته. يعني إيش حمل هم دعوته؟ أنا لما أحب أحد وأشعر أن شيء يهمه، يعني يفرحه أو يهنه طبعا، ولا كان الحب صحيح، أنا الحب فين؟ أنا حنقل لك يعني سأقول هذه أربع الخصال من أدمنهن فضل الله واسع، الله يملأ قلوبنا بمحبته إن شاء الله يا رب. آمين. نعم. اللهم صل وسلم.